الرحلة ديالنا اليوم غادي تقودنا لمدينة الثقافة والفن، مدينة أصيلة، مدينة اللي كتبعد على طنجة 40 كيلومتر تقريبا وعلى العريش بنفس المسافة، ويمكن تمشيو ليها الطاكسي الكار ولا الطوبيس او الترين وبأثمنة جد مناسبة. السلام عليكم كاملين، مرحبا بكم، معكم وليد مدخور اي كي اي البارون. كي داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم فلوق جديد وفيديو جديد من مدينة جديدة. المدينة اللي احنا فيها اليوم المدينة اللي كنحماق عليها بزاف، اللي كتعجبني بزاف واللي زوينة ودائما كنمشي وكنعاود نرجع ليها، ما جيت ليها ماشي مرة ماشي جوج، بصراحة كل مرة كنجي كتزيد تعجبني هاد المدينة هادي، حيتاش كل مرة كتجي كتلقى شي حوايج تزادوا، شي حوايج اللي تبدلوا، اللي كتميز بالجدارية ديالها اللي كيتبدلوا على طول العام. هادشي اللي كيخلي المدينة أن الرونق ديالها دائما كيتبدل وما كتملش منها، بالإضافة للبحر ديالها اللي زوين ونقي، الشوارع ديالها النقيين، المدينة القديمة اللي فيها أي حاجة بغيتيها كتلقاها في المدينة القديمة، والناس الله يعمرها دار. فمعانا ومعكم مدينة ديال أصيلة أو لا أزيلة، مرحبا بكم كاملين. جولتنا اليوم من جوهرة شمال المغرب، نجمة المحيط المعروفة بعاصمة الثقافة أصيلة أو لا أزيلة، مدينة اللي كتمتع بسحر خاص واللي كتعتبر من أهم المدن المغربية، اللي كتميز مجموعة من المآثر التاريخية والمعالم الثقافية وأروع الأزقة اللي خلاتها تحول لقطب سياحي وثقافي متميز. ودية السلطان، معلمة شاهدة على زيارة السلطان محمد الخامس لمدينة أصيلة، وكتعتبر من أبرز المعالم في المدينة. وكيف كنشوفو شكل ديالها عبارة عن مسرح دائري كتوسطو منارة عالية على شكل موجة من تصميم الفنان التشكيلي محمد المليحي. ومن قلب مدينة أصيلة وعلى بعد خطوات قليلة من مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، كيتواجد برج القمرة، المعلمة اللي بناها البرتغاليون خلال احتلالهم لمدينة أصيلة، وكيتعتبر من أهم بقايا التواجد البرتغالي في المدينة، بحيث كان شاهد على حكاية تاريخ مشترك جمع المغرب بجارته الأطلسية البرتغال. المسجد الجامع ولا الجامع الكبير، واللي هو المسجد الرئيسي في القصبة وبالضبط في المدينة القديمة، اللي كتميز بأكبر معرض فني مفتوح وبأروع اللوحات اللي كتزين جدرانها الأنيقة بألوان وتصورات جمالية مختلفة، واللي كتحمل تواقيع فنانين عالميين ومحليين، وهذا الشيء اللي كيعطي فرصة للمدينة باش تجدد نفسها. ومن أشهر أحياء المدينة حي القصبة وساحة الطيقان، واللي هي عبارة عن ساحة مستطيلة كتتميز بإطلالتها الساحرة على شاطئ البحر وكتأدي مباشرة للقصر الريسوني. قصر الريسوني اللي كيتواجد بالضبط على الجانب الغربي من المدينة، وكيشكل نموذج متطور للنمط المعماري المغربي الأندلسي، خاصة أنه كيتميز بجمال البناء والنقش ديالو، وهذا اللي جعل منه فضاء كيحتضن كل سنة أنشطة موسم أصيلة الثقافي. برج الإقريقية أشهر برج في المدينة، وكي تعتبر أعلى بناية حاليا بأصيلة، واللي كيتمتع بإطلالة ساحرة على المحيط الأطلسي، وهذا اللي خلاه مكان مفضل لعشاق المناظر الرائعة والهواة مغامرة القفز والسباحة، بحيث جمالية السور التاريخي ديالو جعلت منه من أجمل معالم المدينة. Thank you.
أماكن بمدينة أصيلة للمدينة القديمة، واللي كنلقاو في الداخل ديالها قصارية كبيرة لجميع منتجات الصناعة التقليدية والأعمال اليدوية واللوحات التشكيلية. ويمكننا ندخلوا للمدينة القديمة عبر ثلاث أبواب: باب القصبة، باب البحر، وباب الحمر. وجميع هذه الأبواب كتقودنا مباشرة لدروب المدينة العتيقة اللي كتتميز باللون الأبيض والأزرق وبرسومات وإبداعات فنانين مغاربة وأجانب. وما يمكنش تزور مدينة أصيلة وما تشوفش الميناء ديالها اللي كيتواجد في وسط المدينة، وكيتكون من ميناء للصيد البحري ومارينا مخصصة للترفيه، وكيتمتع بأروع مشهد بانورامي مطل على شاطئ البحر. وصلنا النهاية ديال الفلوق ديالنا، كنتمنى تكون الجولة ديالنا عجبتكم في مدينة ديال أصيلة. كنتمنى لي سينيماتيك اللي درنا لكم يكونوا زوينين ويكونوا عجبوكم واستمتعتوا بالمناظر ديال المدينة واستفدتوا مزيان كيفاش غادي ديروا الجو في أصيلة، شنو المناطق اللي يمكن لكم تزوروهم، شنو البلايص اللي تقدروا تشوفوهم. سو الله ما نطول عليكم، تابوناو وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، ما تنساوش تخليو دي كومونتير، خليونا دي لايك باش تشجعونا ودعمونا ونزيدوا دائما الخدمة. السلام عليكم.